بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقريري بعنوان Pipeline Processing، إعداد الطالب غسان رمضان جعفر وإشراف الأستاذ أحمد ستار حسين. طبعا موضوع البايبلاين موضوع متشعب وله فروعات كثيرة، لكن طرقنا على أشياء بسيطة فقط من هذا الموضوع. أولا البايبلاين، شو المقصود بالبايبلاين؟ هو عبارة عن تقنية لتحليل عمليات متسلسلة إلى عمليات فرعية، مع تنفيذ كل عملية فرعية في مقطع مخصص خاص يعمل بشكل متزامن مع جميع الأجزاء الأخرى. ويمكن تصور البايبلاين على أنه مجموعة من القطاعات المعالجة التي تتدفق من خلالها المعلومات الثنائية، ويقوم كل جزء منها بمعالجة جزئية تمثل طريقة لتقسيم المهمة، ويتم نقل النتيجة التي تم الحصول عليها من الحساب في كل جزء إلى الجزء التالي من البايبلاين، ويتم الحصول على النتيجة النهائية بعد مرور البيانات عبر جميع المقاطع. طبعا البايبلاين هو يسهل لنا عمليات إجراء الكثير من العمليات في وقت واحد، ودون الانتظار لانتهاء العمليات لإجراء العملية الأخرى. طبعا هنا شنو المقصود إذا ماذا تشير تسمية البايبلاين؟ يقول تشير تسمية البايبلاين إلى تدفق معلومات مماثلة لخط تجمع صناعي. ومن خصائص خطوط الأنابيب أن العديد من الحسابات يمكن أن تكون جارية في قطاعات مختلفة في نفس الوقت، وأصبح التداخل الحسابات ممكنا من خلال ربط سجل بكل جزء في خط الأنابيب، وتوفر السجلات عزلا بيانيا لكل مقطع، بحيث يمكن لكل منها العمل على بيانات مميزة في وقت واحد. عندنا هذا الرسم طبعا يوضح خط الأنابيب أو اللي هو البايبلاين. طبعا هنا يمكن إجراء أكثر من عملية في وقت واحد دون الانتظار لإتمام عملية لإجراء العملية التي بعدها، لذلك يتم إجراء العمليات في آن واحد في الوقت نفسه. طبعا هنا example عن البايبلاين يقول لك suppose that we went to perform the combined multiply and added operation with the stream of number. هنا إجراء عملية الضرب والجمع بين المتغيرات عن طريق البايبلاين. شلون يتم إجراء هذه العملية؟ طبعا الآي راح تمثل لنا من 1 إلى 7. طبعا أول مرة لحل مثل هذا السؤال لازم ندخل المتغيرات اللي هنا الأي والبي والسي، ندخلهن إلى ريجسترات، وراح نقسمها إلى مهمات أو ما يسمى بالسيجمنت. كل مهمة تسميها سيجمنت. أول مرة ندخل الأي والبي، الأي ندخلها إلى سيجمنت رقم إلى ريجستر رقم 1، والبي ندخلها إلى ريجستر رقم 2. هذا ضمن السيجمنت رقم 1. أما السيجمنت رقم 2 فراح يجري لنا عملية الضرب على الـ R1 والـ R2 وعلى الريجستر الأول والريجستر 2، والنتيجة يجمعها بالريجستر رقم 3، وكذلك الريجستر المتغير C يضيفه إلى ريجستر رقم 4. هنا ريجستر رقم 3 صار عندنا، وريجستر رقم 4 اللي دخلنا به المعلومات من السي راح تكون ضمن سيجمنت رقم 2. أما السيجمنت رقم 3 فراح يجرينا عملية الجمع على ريجستر رقم 4 وريجستر رقم 3، ويجمعنا ويعطينا الناتج أو ناتج العملية بالريجستر رقم 4 ضمن سيجمنت رقم 3. هنا طبعا سبيكيفاي هنا قلنا طريقة السؤال شلون تجي. سبيكيفاي بايبلاين كونفيجريشن تو كاري اوت ذا تاسك اوت ذا تاسك لاست ذا كونتنت اوف ال ريجستر ان ذا بايبلاين فور اي تساوي لنا 1 through 7. هنا مثلا هاي الإجراء العملية طبعا هاي متغير مو دائما تجي من 1 إلى 7، يعني تجينا مختلفة حسب صيغة السؤال. طبعا هنا عندنا هذا المخطط يوضح لنا كيفية يعني التمثيل العملية اللي شرحناها قبل شوي. يعني أول مرة راح ندخل هنا، هذا راح يمثل لنا ريجستر. طبعا نستخدم القلم. هنا الأول راح ندخل الأي ريجستر 1 والبي ريجستر رقم 2، طبعا ضمن يا سيجمنت، هذا راح يمثل لنا سيجمنت رقم 1.
بعد ذلك نجري العملية عليهن، عملية الضرب. هنا نجري عملية الضرب على الريجستر رقم 1 وريجستر رقم 2، وحاصل عملية الضرب نجمعها بالريجستر رقم 3. بعد ذلك ندخل المتغير سي ضمن ريجستر رقم 4 بيا سيجمنت. السيجمنت هنا راح يصير عندنا سيجمنت رقم 2، السيجمنت الثاني. بعد ذلك السيجمنت الثاني عد بريجستر رقم 1 وريجستر رقم 4 راح يجري هنا عملية الجمع ويعطينا الناتج او البيانات، يخرجها ضمن ريجستر رقم ريجستر 5 في سيجمنت، هنا راح يكون سيجمنت رقم 3. هذه توضيح يوضح لنا كيفية اجراء العملية. بعد ذلك عندنا تيبل، هذا التيبل يوضح لنا كيف اجراء يعني نظري. هنا مقسم لنا على شكل اول مره 3 سيجمنتات، سيجمنت رقم 1، سيجمنت رقم 2، هاي سيجمنت 1، سيجمنت 2، سيجمنت 3، وهنا كلوك اللي هي هاي كلوك نمبر اللي هي العمليات، يعني كم عمليه راح نجريها خلال الحل. بعد هسه اول مره العمليه كلوك رقم 1، كلوك رقم 1 راح ندخل مجرد ندخل سيجمنت رقم 1 اللي هو ندخل الاي 1 والبي 1 ضمن ريجستر رقم 1 وريجستر رقم 2 بالسيجمنت، يا سيجمنت سيجمنت رقم 1، بينما سيجمنت 2 وسيجمنت 3 راح يبقون فارغات داش. بعد ذلك راح نشفت الاي 1 والبي 1 الى ريجستر الى سيجمنت رقم 2، فراح تبقى مكانهم فارغ. فش راح ندخل مكانه بالكلوك 2؟ راح ندخل اي 2 وبي 2، اما وكذلك ندخل سيجمنت رقم 3، كذلك ندخل ضمن السيجمنت 2 الريجستر رقم 3 السي، دخلناها السي، بينما سيجمنت رقم 3 راح تبقى فارغه هنا كذلك داش. بعد ذلك المهم اهم كذلك راح تشفت عندنا، هنا راح تشفت البي 2 شفتها اللي جواها، فهاي راح تبقى فارغه، راح ندخلها اي 3 وبي 3. طبعا هاي لوين تستمر هاي البي 3 الى الحد اللي منطينا اياه اللي هو 7، اعطانا ضمن صيغه السؤال قال الى ريجستر رقم 7، هاي راح تكون النهايه، بينما هاي راح تصير تشفيت، يعني كل مره راح ندخل بيانات جديده والبيانات اللي بعدها نحولها الى السيجمنت اللي بعده، يعني من سيجمنت معلومات نحولها من سيجمنت رقم 1 الى سيجمنت رقم 2، يبقى سيجمنت رقم 1 نضيف له معلومات جديده، بعد ذلك ننقل المعلومات اللي بالسيجمنت رقم 2 الى سيجمنت رقم 3، والسيجمنت رقم 2 1 الى سيجمنت رقم 2، وبعد ذلك الى الاوتبوت. هكذا تجري العمليه الى ان نصل الى الاوتبوت، الى ان نخرج النتيجه النهائيه. هنا طبعا هذا اللي يوضح لنا كذلك طريقة عمل البايب لاينج. طبعا البايب هنا راح ندخل اول مرة الانبوت، ندخل مثلا هنا راح ندخل هذا سيجمنت، طبعا سيجمنت رقم 1، سيجمنت رقم 2 هنا عندنا، وسيجمنت رقم 3 على نفس مثالنا. هنا راح ندخل اي 1 واي 2 وباي اي 1 وبي 1، دخلناها من السيجمنت، راح وين يمر بالريجستر؟ من الريجستر رقم 1 الى سيجمنت 2، من انتقلن الى الاي 1 والبي 1 انتقلن الى سيجمنت 2، راح يبقى السيجمنت 1 فارغ، فراح ندخل بالاي 2 والبي 2. طبعا من دخل الاي 2 والبي 2 بعد ذلك راح ننقل السيجمنت رقم 3 الاي 1 والاي 2 الى عن طريق الريجستر رقم 3 الى السيجمنت، من الريجستر 2 الى سيجمنت رقم 3 كذلك، وبعد ذلك الى ريجستر رقم 3 والى الاوتبوت. هذه العمليه راح تجري من كل تشفيته، من تنقل المعلومات او البيانات من سيجمنت 2 من سيجمنت 2 الى سيجمنت 3، راح تجي مكانها معلومات جديده الى ان نصل الى نهايه المعلومات اللي هي راح تمثل لنا الحد ما محدد لنا بالسؤال، مثلا حد يا حد يا مثلا حد من 1 الى 7، من 1 الى 8. طبعا هنا عندنا في نهاية التقرير عندنا example، مثال، ها صيغة السؤال اللي تجينا example: suppose that we went to prefer the compound multiply and addition operation with a stream of number. طبعا هنا نفس العملية بالضبط، هنا عندنا ضرب بس هنا راح يصير قسمة، بينما هاي الفور الاي راح تتغير لنا من 1 الى 5 نفس